ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنلعب لعبة روبلوكس في ماب، في ماب البيجي. بس احنا اللي هنبقى البيجي، هنختار شخصيات. يلا كل دول شخصيات يا شباب، عارف اللي مش هتكون الرغي، بس دول القدام القدام يعني القديم، يعني عارفين ولما بيجي يقعد زي البلاير والبط والبنت دي مش عارف اسمها، اما ما عدا الاب. بصوا ايه ده، في اتنين شبه بعض على بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي عارفينها، اللصوص. هو عمال ده اصلا. حولت برضه زيها. خلاص هتبعها. نجيب دي كمان. بس دي في التحديث اللي فات كانت اسمها شيبي برضه. ماموري ماموري ماموري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا في الدبورة جاي. عندي دي، عندي فاكرين الاكله بتاعتها دي لما هعيط. خلاص هنام تاني. هو هنام 100 مره. هو مش 20 ثانيه بقى، 40 ثانيه. ايه ده؟ دي عندي. اتفنشت ليه؟ عارفينها دي عندي، بس دي في التحديثات القديمة وعرفتهم من ناس التوب جيمر. عندي خلاص كفاية. والميموري عارفينها برضه احنا. الميموري الشقيرة لسه بقول الشخصية دي كانت فين في الخدمة الشهيرة. بس دوتي مفترية. مفترية ايه؟ انا المفترية. موت. يلا هو لازم مش عارف انا. عبد الله اقفل الفيديو. عندي لجلجة وبصيري. احنا الاثنين شباب. اللي عندي دي مش فاهم انا. يبي هو انا جالي ايه اللي بيحصل؟ كنت مش فاهم اللجلجة دي. دي ايه ده؟ دي قطة رايقة دي. انت بتنامي؟ مش هيك تعالى. لا اخلوك بتقتله. سونيك سونيك عم سونيك. ايه هو جاب مرة الدنيا دي مشتريها، بس ما عملتش فيديو عليها. هي دي. ايه اخترت القطه الرايقه. هسميها مش كيتي بقى، القطه الرايقه. او ايه اللجلجه دي؟ مش فاهم انا. دي عندي خلاص صدعت. اعوذ بالله. وايه مابس ده؟ نختار هاوس. يا سلام. نجيب اللوبي تاني. ايه ده؟
ايه اللي جميل تت 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 وانت بتبدي وتت تت تت تت. عاوز اعرف ايه دي موتتها يعني. بتنزل الخشبة عليها مسمار وبتدي تقتل سونيك. ايه هو سونيك معانا؟ بصوا شايفين المسمار قد ايه ده؟ ايه ده؟ مسمار تعال انا. المفروض الخنزير الشرير بيقتل من بعيد ولا من قريب؟ فبستهبل شويه. طلع لك يا بطل. ايه كده من قريب اتحول لانفكشن. ده اتحول للحصان. الشخصية دي عندي بس موتتها حلوة. رقصتها حلوة. بص بقى انا حابة اخترت المهرج يا كابتن. تعال بقى. ايه ده انا كنست مين؟ ولا هو ده انا اللي في النص يعني. صايب بيعمل من بعيد مش من قريب يا بس. انا حطك في الزيت لما بيجي. ليه جناحاتها حلوه؟ دي احلى حاجه جناحاتها. البنت دي كانت بدات تلعب السوله. ده حصان بجد. بس ده مش حصان, ده دبدوب. الخنزير الدبدوب. ما هو ما فيش بينك اصلا. الشخصية دي نزلت امتى؟ اكتب لي في التعليقات دي نزلت امتى. دي دي عندي. ايه شبه هو صوتها شبه دي بس دي بس صوته يعني تخين شوية. خلاص صدعت في ايه ده؟ هات هات اكلك يا بكر بكفايه. اشوفك اهي يا عم تعالى كنشمش اكلك. هو بياض فاكيد ده هيبقى. والله صدعت. ايه يا عم النضاره المعوجه اللي انت لابسها دي؟ ده نفس الكلام عندي جناحات برضه بس جناحات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه الضب ده؟ هو ايه اللجلجة دي؟ يلا كده قعدت بقى قعد بس تاني. الرجلية جاية كده والرجلية التانية جاية كده مش فاهمة في حياتي من جماعة. انا حاسس الدوجي صاحب الفوكس. دي حتة عظمة دي ولا حتة خشبة؟ الصوت هيصدع. جماعة البسوا السماعة البسوا السماعة او ما تتفرجوش الفيديو ده جنب حد وادر. متعلوش الصوت خالص اصلا بالاساس. خلاص بسم الله. ده دي الشخصية اللي انت كنت فرحانين بيها. ايه ده بيقدم عندي. هي انتوا بقى ايه في ايه يعني؟ انت بتبص انت كده كبيرة دي. خلاص الشخصية دي بتخض منها. ايه؟ اسمع صوتي.
تطلع. جبتها ابو زلومه. هو بيعمل بصوت الزلومه بتاعته ولا بصوت معلش عشان انت كنت ملجلج. مكنتش عاوز يموت والله. تعالوا معلش كابتن اتحول لده. ماشي اتحول بتاع النار. هو بيعيط ولا ايه؟ يا عم في ايه ده؟ خلاص خلاص صدعت. معلش يا عم لو طلع جت فيك بتاعة الفجر يا عم البطوطسوية طلقة بس. ايه البت دي مش بت بهزر يا جماعة. لا اصلا الاصلا ايه بس اصلا زومبي بي عندي لجلجة. ايه ده هي العظمة بتعمل كده ليه؟ ايه واحد بيطرقع سنينه ولا ايه؟ بيطرقع. معلش عم كنش تعالى هتحول. متحولش ايه ده ايه ده يعني انا ما شفتش مستر بطاطسية خالص وهو نزل تحت كده. ممكن نختاره دلوقتي ولا مش دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. اللي بتفضل اللي كله كان بيجيبها. لا بصوا هقول لكم ازاي هقول لكم تدوسوا على ايه عشان تضربوا على اول كلمة. وعشان تقعدوا كده لازم تدوسوا على تاني كلمة. انا مستر بطاطسية انا العامل بتاعك. مفيش ورق قعدت اهو شفت خلاص. ايه هقعد 40 سنة؟ انا كده هقعد كام سنة؟ انا هقعد 100 ثانية. الناس كلها بتلمية عليا. جبت الاردوب بتاع تن 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 دوت. اتحول ل اسمه ايه ده اللي برضه بيبقى ابو يا سانوس. يا سانوس معلش عطوني ليه؟ في بوبي في بوبي اتمسك كده كده يا ارنوبه. معلش يا كنش معلش يا صنف معلش يا بنت دي بنت خلاص خلاص. جبت الشوكه. انا مش لاقي نفسي من كتر النفس. ممكن اسمع صوتي؟ هروح هناك عشان اسمع صوتي. يعني صوته مش حلو. بطيء جدا. يعني صوته بطيء جدا. هيكل. هو كان بتاع ايه؟ بتاع شابتر 5 ولا كان بتاع شابتر ايه؟ انا اتحشرت. جبت المهرج. التلاتة مختارين المهرج انا والولد ده والولد التاني ده او البنت. تعالى تعالى نب. بلاش ناس خلاص خلاص. احلى شخصية حبيتها في المادة هي دي بتاع عشان بتعمل صوت حلو جدا. مجربتهاش. اه شفته. ايه اللي ده الصفرة دي؟ ايه اللي ده؟ ايه يا عم ده محبوس فين ده؟ يا كابتن انت الله يا بطبط المحشوب يا بطبط الضحك.
انت بتاكل يا عم هو ايه كده بس بياكل بياكل فراخ بني حرام بيه. تعالى يا بت تعالى يا بت تعالى بت البت دي جبتها. هو كام واحد معانا النهارده؟ كام واحد؟ جبت الشخصيه دي اهي شفتوا اهي زمان كنت بكرهها تحول لكلبوب. الشخصية دي نزلت امتى؟ ما شفتهاش انا بقالي كتير مش بلعب الخدمة او كنت بلعبه كل يوم معلش يعني صدي كان بيروح شوية كان بيقعد كده. يا عمي ما شفت سكينة كده غير في روبلوكس. خلاص ايش يا اختاري شخصية بقى عشان دي بقى لين فيكشن. جبت هذه الشخصية اعوذ بالله بتتحول لزومبي. دي هو ايه الفرق ايه ما بين دي ودي؟ دي بتاعت شابتر 2 ولا كان لا؟ اه كلهم بتاعت هو ايه اللي شابتر 2؟ انا صدعت خلاص صدعت جبت اخري. الادان تاني بيقدم عندي اهو. جبت شخصية الاخطبوط. ايه ده ابو تلات؟ هو الاخطبوط بتلات عيون وفي اخطبوط باربع عيان باربع ودان. اه الاخطبوط الحقيقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة او سبعة دراعات. هو خلاص خلاص بص هسمع صوتي كمان هسمع صوتي. ايه ده بس كده صوت شبه السكيلتون الهيكل اللي احنا اخترناه ده اهو. وجبت الشخصية دي اللي فرحانين عليها كلهم. تعالى يا مكان البطاطساية ليه عاملة كده؟ مش فاهم انا ليه لما بتوفى عاملة كده؟ ايه خايفة على شعرك؟ يلا انا هنام شوية خلاص. اه ده كمان بيعيط. ده رسام ده ولا عفريت ده بس دم؟ ايه ده واحد اتحشر تحت السقف. تعالي يا ديدا. ديدا ولا شبهها؟ لا شبهها عشان مش لابسه مش لبس الدايرة. اي واحد شعرها اصلا لازم والله ديدا خلاص. اه بينام كده عفريت. ازاي بينام؟ في عفريت بتنام ولا عشان بيتضرب بالمسدس؟ معلش ايه اجري ايه هو انا بينط بشكل عامل كده. ايه ده دي مرخير بالذمه؟ مرخير دي بالذمه؟ في هو العفريت عنده مرخير ده بس ده مش خنزير خالص. ده ليه ده يعني؟ انا كنت حاسه قرصان. هي دي الحقيقه. ده كمان بتخض منه. خلاص كده انام بقى شويه. ده روبوت ده ولا ايه ده؟ انا انام 40 ثانيه ماشي بس. خلاص والله ده انا بصدع عندك. يعني مش قوي. ده طور ده ولا ايه بالظبط؟ معلش كم احنا زيك عندنا حفرة هنا بس مش هتكون في الارض هتكون في جناحكم. تعالى كنشنش. ايوه هيكون بالتشارك عسلي بقى.
راح اخد شعره بقى ده وازرعه. ماشي تعالى يا كابتن، شعرك حلو قوي. ولد ده ما بيتخبلش. انت بتجري مني دي؟ يلا معلش، هو انا عملت بعيد عنه قوي. لما بينام بيعمل كده. كابتن يلا شلنا الايس كاب ده ونحط شعرك. جينا للي بتحبوه. كابتن ده كمان. وايه ده، فرخة ده ولا بطة دي؟ دي فرخة، بس في فرخة لونها اخضر. دي كده سبع، دي فرخة ايه سمكة ايه بس دي كده فرخة الافياء. انا بقول الريحة دي جاية مني، انت لا جاية مني، جاية من الفرخة. يعني في اتنين فرخة هنا، الولد ده انا ودي. يعني الريحة وصلها لكل الفيديو. بتنط ليه؟ هو ليه؟ هما ليه بيحبوا شخصية المهرج؟ مش فاهم انا. جماعة بصوا، انا بعدت عشان اعرف اسمع صوتي. صوته مش كويس يعني. ايه ده؟ عشان عندي مش بتتحرك. ليه؟ معلش. عندنا اتنين واحد هنا. معلش. دخلت تاني عشان الشاشة تتحرك. الصوت ده والله صوته غريب شوية كده. انا ما اخترتش الشخصية دي خالص والله، اقسم بالله عمري ما اشتريتها. انا بص، عارف البيجي من ثلاثة سنتين كده، ثلاث سنين او سنتين. سنتين. جينا لاخر شخصيه اللي هي لسه ايوه. انا نفسي اعرف لما بينام بيعمل ازاي. ده بيضحك ده ولا ايه؟ بيفكر وهو نايم. ما عشان تمشوا لازم بصوا تعملوا كده وتمشوا احسن لكم. مش بيضرب والله البنت المحترفة دي. بلاش ماشي كده من بعيد، هلقطك زي العصفور. هنام شوية خلاص. واحد فين؟ مش عارف انا. خلاص وكده الفيديو خلص. وصلوه ليه 3 لايك؟ هو لازم اي فيديو 3 لايك. وايه